إذا حنا كنتواجدوا في المحطة الطرقية الجديدة بمدينة العرائش، لاحظنا بأنك تم حجز مكان خاص بالولوجيات يعني للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، وكنلاحظوا التشوير يعني العلامة اللي موجودة، ولكن رغم ذلك لاحظنا علم يعني احترام هذا الحق ديال الولوجيات بالنسبة لبعض مستعملي هذا الباركينج أو المرفق. إذا كنلاحظوا بأن والآن متواجد معنا العضو في الجماعي الشاوي. إذا شي يمكن تقول بالنسبة للمرتفقين اللي كيستعملوا المحطة وكذلك استغلال يعني هذا الفضاء اللي هو خاص بالولوجيات؟ كنطلب من أصحاب السيارات أنهم يحترموا، لأن البلاصة كبيرة، كنطلب منهم أنهم يخليوا المكان خاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالولوجيات. نتمنى من الإخوان يحترموا هذا، وتم بالنسبه لرجال السيكوريتي الخاص بهذا كنطلبوا منهم دائما يعني انا كنظن هي قدامك البلاكا راه هي نعم. اذا تم وضع علامه راه ديال التشوير راه باينه، ولكن رغم ذلك كنلاحظوا بان عدم استغلال ديال المرفأ يعني مازال ما كاين يعني ربما التواصل ربما كذلك. واش كاين ما كاينش التشوير الارضي مثلا؟ لاحظنا بان ما كاينش التشوير الارضي ديال هذا، وكذلك شي اشاره بان راه كاين شي اشاره لان العلامات ممكن تبولها شي، واش ممكن تعملوا شي احترام مثلا شي تحسيس مثلا بهذا احترام مثلا الممر الخاص او الولوجيات الخاصه؟ غادي نديروا تحسيس ان شاء الله، غنديروا باش اصحاب السيارات نعم. شنو هي الكلمه اللي كتوجهها حول استعمال المحطه الطرقيه والمسائل اللي المرتفقين الاستعمال اللي لاحظتوها؟ كنطلب الناس العلاش انهم يعاونونا في هذه البدايه باش نطعموا شويه بالنسبه للولوجيات وبالنسبه للنظافه ديال المرفق. انا كنظن هذا المرفق مكسب المدينه ديال العلايش انهم يتعاونوا معنا في الحفاظ عليه، لا من ناحيه ديال النظافه ولا من جميع الباركين باقي ما تسلم حتى شي واحد، اللي عايش من الباركين اللي عايش على الباركين هو عايش راسو بالساعات، فهمتني؟